اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وبرحب بضيوفي ونجومي النهارده، نجوم الاهلي والزمالك. فقره ان شاء الله باذن الله هتكون ثابته، ومباراه دايما هتكون موجوده عندنا كل حد. كابتن هشام حنفي، كابتن خالد الغندور. كابتن هشام مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، ومنور دايما وبتشرف بوجودي معاك ومع واحد بقى مش عايز اقول لك يعني هيبتديها من اولها. سيبك الدخله ما بيغفعش معاها حاجه. لا اصل حبيبي يعني بص انا عشان انت ما تحاولش بص اسمع. اصل بص واحد من ولا اكنك بتزرع في ارض ما فيش حاجه خالص. ارض كابتن خالد غندور نجم من نجوم الزمالك، نجم من نجوم الاعلام، بنتشرف بوجوده طبعا. احنا عملنا له الدخله الكبيره حلوة والحمد لله. بس ايه اللي جاي؟ خش انت بقى، ما اعرفش انت في ليك تكمله. كابتن خالد شرف بوجودك دايما حبيبي يا كابتن سيف، وربنا يستر منك من انا ليه ومنه ليه. لا 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 انا في كله على الهادي ما تقلقش. فعلا انا فاهم كوره يعني حاسك قبل كده. لا 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 الدنيا تمام. لا خالص. كابتن طلعت يوسف اتكلم دلوقتي، كلم احمد ابو طالب في الكنترول واتكلم معاه. بنطمنكم على حاله الكابتن طلعت يوسف الصحيه على ما يرام، ولكن عمل النهارده مسحه، طلعت برده المسحه ايجابي. هياخد كابتن طلعت كورس كمان اسبوع، هياخد كورس لمده اسبوع كورتيزون، وان شاء الله باذن الله يعود بعديها. اذا الكابتن طلعت مش موجود في مباراه الاسماعيلي القادمه، قراره ايه او الامور ايه هنعرفها ان شاء الله باذن الله بكره. رايك في موضوع كابتن طلعت؟ هو اولا يعني للاسف يعني النادي الاسماعيلي اسم بس، يعني النادي الاسماعيلي اسم فقط، لكن مجموعة اللعيبة اللي بتلعب أدائهم داخل الملعب سواء هجومي أو دفاعي لا يليق باسم النادي الإسماعيلي. كابتن طلعت يوسف من يعني مدارس التدريبية الكبيرة، لكن طريقة كابتن طلعت يوسف ما تليقش مع طريقة النادي الإسماعيلي خالص من وجهة نظري يعني. والقصة على فكرة في الإسماعيلي مش مدرب، القصة لن تكون تغيير مدرب. بس التصريح برضه خالد، يعني التصريح الاستاذ حكومي جاي النهارده، فبيصرح ان هيدي فرصه جايه للكابتن محمد، للكابتن طلعت يوسف المباراه اللي جايه. مدير فني تديله فرصه مباراتين وثلاثه؟ اولا ما ينفعش التصريح. المهندس يحيى الكومي طبعا بنقول له مبروك، لكن هو جاي هيعمل ايه؟ للنادي الاسماعيلي الناس منتظره منه كتير. نمره اتنين، كابتن طلعت يوسف ما حضرش ولا مباراه، وزي ما حضرتك قلت من شويه ان هو مش هيحضر الماتش اللي جاي كمان. فانا همشيه على اساس ايه؟ وانا قلت مره واثنين وثلاثه كان في اكتر من مدرب في النادي الاسماعيلي من السنه اللي فاتت وتم تغييرهم. القصه مش مدرب، القصه سكواد واختيار لعيبه تليق باسم النادي الاسماعيلي. تمام. كابتن هشام، لا الاسماعيلي بيعاني، لكن اللعيبه كويسه. انا شايف ان اللعيبه كويسه، اختلف مع خالد، لان لعيبه امكانياتها كويسه، بدليل ان هم اشتغلوا مع ايهاب جلال السنه اللي فاتت بشكل كويس، فقدروا يوصلوا بالاسماعيلي من الهبوط لمركز متقدم تقريبا السابع تقريبا فنشوا او الثامن، لكن بشكل كويس يعني وصلوا في النهايه. كان في اداء، كان في شكل، كان هو ده النادي الاسماعيلي. لكن في خلافات تانية انا اعتقد انها اداريه، جماهيريه، شخصيه مدرب. ما اقدرش الوم النهارده او اقول ان اللي يتحملوا النهارده الخسارتين دول كابتن طلعت يوسف. الراجل مش في الملعب يعني، ما الاداره الفنيه دي مش اي حد مهما كان، حتى لو بالتليفون او يعني. انت مع التغيير ولا استمرار؟ لا مع الاستمرار. مع الاستمرار.